كانت عامله ازاي والاجواء كانت عامله ازاي والرطوبه كانت عامله ازاي. عشنا النهارده ساعات واحنا بنتصبب عرقا، والحقيقه ان هي يعني قلنا ده حق الزمالك وبيراميدز يبقوا متضايقين من درجات الحراره واقامه المباراه في الموعد ده، بس لما رحنا على ماتش الاهلي وسيراميكا اللي اتلعب عادي جدا الساعه 9 بالليل بتوقيت الامارات كنا برضو بنفس الاجواء وكاننا بنلعب في عز الرطوبه وعز الحر وكنا مش قادرين نتنفس يعني. فربنا يعين الاربع فرق، واحنا طبعا عندنا المواجهتين المقبلتين يوم الخميس ان شاء الله الثالث والرابع والاول والثاني مساء. لسه منورني محمد عراقي الناقد الرياضي وعبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي، وهما متالقان الحقيقه. منور الدنيا عراقي، منور الدنيا عبد الحكيم. الجمهور النهارده قلت في المباراه الاولى يمكن علشان التوقيت وعشان الحر، بس بالليل برضه في ماتش الاهلي وسيراميكا الحضور الجماهيري في الماتشين ما كانش كبير قوي. واجازه كمان. واجازه بالظبط، ويك طبعا اند. ملاحظه مهمه آه. يعني، بس اعتقد برضه ايه يعني انا كنت منتظر الجمهور يبقى اكتر في ماتش الزمالك وبيراميدز، آه. بس الاهلي وسيراميكا كنت منتظر ان يعني الموضوع كده. كنت الزمالك متوقع ان ده يبقى عدد مش الجمهور كبير. الاهلي هيبقى متخيل ان مباراه سيراميكا يعني الاهلي ممكن النسبه بتاعته اكبر، اه بس الزمالك وبيراميدز لا الموضوع ايكوال بشكل كبير، لان فرقه بيراميدز فرقه تقيله وفيها جمهور ايكوال كبير. فنيا يعني ايكوال تقصد، ايكوال فالمباراه فنيا. صعبه فالجمهور يبقى عايز فالمفروض يحضرها. يبقى حاضر بشكل اكبر من كده، اه ولكن هو في الحالتين اعتقد ان المباراه النهائيه بقى هتكون غير خالص، املى كده بقى. كده الملعب هيكون مقفول. اه ولكن انا عندي ملاحظه جدا مهمه جدا على جمهور الاهلي. ها النهارده يمكن احنا اتكلمنا على ماتش الزمالك، عايز اقول لك على حاجه مهمه في جمهور الاهلي. النهارده احنا متفقين كلنا ان الاهلي ما جاش فنيا ولا لعيبه ولا جهاز فني، بس الحاجه الوحيده اللي جت هي الجمهور. جمهور النادي الاهلي النهارده اعتقد ان هو كان ليه عمل دور كبير رسائل، جدا. لا هي رساله واحده، هي حاجه واحده عملها العب بقى يا عم، بشوطين، العب بقى يا عم خلي عندك دم يعني ايا كان الكلام اللي اتقال، ولكن انتقاد لاذع للعيبه النادي الاهلي في وقت حساس جدا. الاهلي كان متقدم وهم داخلين ومتقدم اوضه اللبس وهم داخلين اوضه اللبس، صح؟ الله ينور عليك. الاهلي كان متقدم وتقدم كان ساعتها غير مستحق نعم. على عكس سير المباراه زي ما بيقول، وبالتالي بعد خمس ست فرص لسيراميكا سيراميكا تعادل. الجمهور ما كانش بينتقد اللعيبه عشان سيراميكا تعادل، آه. لا بينتقد اللعيبه عشان لانه شايف حالتهم، حالتهم سيئه صح؟ جدا، وشايف ان سيراميكا ما كانش يستحق التعادل، بس لا ده كان ممكن يتعادل ويتقدم مرتين وثلاثه. وبالتالي في الوقت ده وهم داخلين غرف اللبس قدام الجهاز الفني كان ليهم رسائل مهمه جدا، كان ليها دور كبير جدا في عوده النادي الاهلي في الشوط الثاني. الاهلي على فكره ما قدمش برده شوط جيد، ولكن على الاقل كان في شخصيه، على الاقل في التحامات، المستوى الفني صعب جدا. هروح بقى لنقطه ثانيه اهم برده ملاحظه من المباراه، يمكن انا حظي يعني كنت قاعد فوق دكه النادي الاهلي، فطول المباراه انا قاعد فوق كولر، يعني كولر بالظبط كنت انا هنا وانت كده تمام. كولر اول مره اشوفه بالعصبيه والنرفزه دي والصوت العالي جدا جدا في منح التعليمات. وعايز اقول لك ان هو قعد مثلا في مره دقيقتين متواصل بيلوم لعيبه خط الوسط على طريقه التغطيه وطريقه البريس على لعيبه سيراميكا، لدرجه ان هو صوته راح، عمل حتى للجهاز الفني يعني دي شفتها صوتي راح من كتر ما هو عارف انت على متواصل دقيقتين بيقول للعيبه، واضح ان اللعيبه مش مركزه، في حاجه غلط في الفرقه. كنا بنتكلم انا وحكيم في قصه ان لا في حاجات مش مظبوطه، ان النهارده ان المدير الفني اللي هو على فكره طباعه هادي، على فكره كولر مش من المدربين اللي هم مظبوط بيتنططوا على الخط آه. ويقعدوا طول الوقت، لا خالص هو مش كده، هو بيفضل واقف على الخط، بس مش المدرب اللي هو ايه يزحق مش عارف. لا انا شفته النهارده في مشاهداته، يمكن انا بشوف ماتشات كتير للاهلي في الاستاد عمري ما شفت كده، فده واضح ان المدير الفني مش راضي على طريقه فهم لعيبته او طريقه تنفيذ لعيبته لتعليماته. تمام، قبل ما اروح للاستاذ عبد الحكيم اقول لكم بس ان النهارده على جانب